مرحبا بكم في عالم الإبداع والإلهام. ضيفنا اليوم في فقرة ضيف الحلقة المبدع رشيد الراشدي، هو مصور وممنتج فيديو بارع ويقود فريق إنتاج في إحدى شركات ماليزيا. رشيد فنان يروي قصصا عبر عدسة الكاميرا، يضفي عليها الحياة من خلال مهاراته الاستثنائية. حاز على جائزة الامتياز في الإبداع الإعلامي من جامعة ليم كوك وينغ يونيفرسيتي أوف كرياتيف تكنولوجي في عام 2018، وهذا أكيد يعكس تميزه وإبداعه في هذا المجال. طبعا رشيد أيضا خبير في التصوير الجوي باستخدام الطائرات وفنون التلوين السينمائي والجرافيكس والخدع السينمائية، شغوف بمشاركة خبرته ومعرفته مع الشباب العرب، ويسعى جاهدا لإثراء المحتوى العربي وتطوير مهارات الشباب في هذه المجالات من خلال قناته على اليوتيوب. سواء كنت شابا طموحا في مجال صناعة المحتوى أو مهتما بالسفر، ستجد في مشاركات رشيد مصدرا ملهما وقيمة مضافة. للمزيد متابعينا ينضم إلينا رشيد عبر خدمات الزوم. أهلا بك رشيد. اهلا وسهلا، اسعد الله صباحكم، صباح كل شباب قناه يمن شباب. سعيد جدا بتواجدي معكم. يا مرحبا فيك رشيد، احنا سعيدين جدا بوجودك معنا وابتسامتك اللطيفه، الله يسعد لي صباحك. خلينا نبدا رشيد، كيف بدات اذا مسيرتك في مجال التصوير والانتاج الاعلامي؟ بدات بصناعه الفيديو من حوالي 10 سنوات، وكنت لازلت في المدرسه، وبعد التخرج عملت في احدى الشركات في مدينه اب لمدة سنة تقريبا، وبعدها انتقلت للدراسة في صنعاء. انضميت لفريق إبداعي رائع، وبدأنا نشتغل في مجال الإنتاج في مجال إنتاج الإعلانات، وبدأنا نعمل فلوس في صنعاء. جميل. وبعدها وبسبب ظروف الحرب للأسف يعني اضطريت استكمل دراستي في أحد الجامعات في ماليزيا. الحمد لله تخرجت وحصلت على الترتيب الأول، واليوم الحمد لله أدير فريق للإنتاج في أحد الشركات هنا في ماليزيا. ما شاء الله رشيد. طيب لو تكلمنا عن القصة وراء حصولك على جائزة الامتياز في الإبداع الإعلامي من جامعة ليم كوك وينغ. الفكرة ببساطة كانت عبارة عن نقاط يجمعها دكاترة الجامعة خلال عرضنا لأعمالنا طوال فترة الدراسة، هذه خارجة عن درجات الاختبارات وهذه الأشياء. من يوم وفي يوم التخرج وبشكل مفاجئ تعطى لواحد من الطلاب، والحمد لله كانت من نصيبي وتوفقت بدفعة مميزة جدا، ولازلنا على تواصل للآن، وما شاء الله كل واحد واصل مستويات جدا مرموقة في مجال صناعة المحتوى. جميل، الله يعطيكم ألف عافية جميعا، احنا نفخر تماما بكل الشباب اليمني المبدع والطموح. طيب يعني انا شفت قناتك على اليوتيوب، في ناس كثير اكيد شافوها وانت بتتدرب على الدرون والطائره اللي تدمرت عليك، فما هي ابرز تحديات التصوير الجوي باستخدام طائرات الدرون وكيف تغلبت عليها؟ والله هذه الدرون بالذات هذه اللي دمرت وكذا هي نوع جديد مختلف تماما خاص بالسباقات، لكن الان بدا صناع الافلام انهم يدرجوه ضمن صناعه المحتوى لانه يطير بشكل مختلف تماما. التحدي الاول اللي واجهني في هذا المجال هو قوانين بعض الدول، خصوصا الدول العربيه عندنا الدرونز ما زالت ممنوعه تماما، حتى لو فقط لغرض التصوير، لكن في تصريحات ورخص يمكن الحصول عليها. التحدي الثاني كان في البداية في خوف غير مبرر يصيب كل الطيارين، لأنك ببساطة تصرف مبلغ كبير على هذه الأداة وتطلقها للسماء وتكون معرضة للسقوط في أي وقت. الخوف مش بس من السقوط، الخوف من الاصطدام بمباني أو بأي شيء حكومي أو بالسيارات أو بناس، أو لأنه يعني ببساطة إذا طاحت على شخص ممكن تؤذيه. تغلبت على هذا الشيء بالممارسه طبعا، بمحاوله فهم هذه الاداه قدر الامكان، لانه لازم تتعلم عليها ولازم تكون ملم جدا، وايضا بمواكبه كل جديد. جميل، انا كنت شفتك ايضا بتتكلم على مجموعه او لعبه موجوده على النت، ممكن حد يبدا اول حاجه يلعبها كانه بيتعلم على طائره وبعدين ممكن يرجع يطبقها على الدرون. ايوه بالضبط. هذا السيميليتر يعني ينتجوه تنتجه شركات الدرونز، ومع كل درون تطلع ينتجوا هذه الدرون داخل السيميوليتر، وتكون لها كل العوامل الفيزيائية، يعني أنت تطير الدرون كأنها في العالم الحقيقي. جميل. بحيث أنك تدرب وكذا وتروح يعني تنطلق. جميل. طيب لو تكلمنا عن كيف يسهم رشيد في تطوير المحتوى العربي وتمكين الشباب في مجالات التصوير والإبداع. أحاول قدر الإمكان أني أساعد في تجاوز عقبة نقص الأدوات، زي مثلا اللي ما عنده لابتوب او برامج للمونتاج او كاميرا، من خلال توفير ادوات بديله ممكن انها تتوفر عند الاشخاص
زي مثلا تطبيقات التليفونات مثلا. ايضا احاول اقدم محتوى بسيط ومختصر وممتع بنفس الوقت، والحمد لله يعني توصلني تعليقات ايجابيه جدا ورسائل من طلاب في جامعات، يعني ان المدرسين ينصحوا طلابهم بمتابعه قناتي. الحمد لله. هذا الشيء طبعا يشرفني جدا ويسعدني، لانه واحد من الاهداف في بدايه صناعتي لهذه القناه هو كان انه اساعد الطلاب، لانه ما لقيناش هذه المساعده ايام الدراسه. ايضا حتى في احاول اني مجال احصل العمل على يمكن. ايوه كمل طبعا. كمل رشيد. ايضا احاول اني احصل على احدث المعلومات حول المجال وانقلها باللغه العربيه من خلال المحتوى تبعي. جميل، حتى يمكن في مجال العمل كنت اشتي اقول لك انه مرات بتلاقي انه لو انت حابب مثلا تمتهن مهنه التصوير يمكن ما تلاقيش مصورين للاسف يساعدوك او في المونتاج، فهذه القناه بتكون كويسه لها. طيب رشيد، ما هي الامور اللي بتثير شغفك اكثر حاجه في مجال صناعه المحتوى بشكل عام؟ اكثر شيء يحمسني في هذا المجال هو تنفيذ خيالات وافكار ممكن ما تكون موجوده على ارض الواقع، زي الخدع البصريه، لانها ببساطه تسمح لي بتوصيل الافكار بطريقه جيده ويعني طريقه جديده وممتعه جدا للمشاهد. ايضا من ناحيه عالم الدرونز، لان مجال التصوير فيها حر، يعني لما تكون في السماء ما عليك اي حوائط او اي قيود. اوكي. جميل. طيب رشيد، يعني كيف ترى مستقبل صناعة المحتوى العربي، وأيضا ما الإسهام الذي تعمل في تقديمه في هذا المجال؟ المحتوى العربي أشوف أنه تحسن بشكل كبير جدا يعني في الفترة الأخيرة، وأيضا أحيانا مجهود شباب وأفراد يكون أجمل من شغل بعض القنوات. اللي أتمنى أني أقدمه هو مادة سهلة يعتمد عليها كل شخص أحب ينضم لهذا المجال، وتكون مرجع مجاني ومتاح للجميع. ما هي النصائح اللي ممكن تقدمها للشباب اللي حابين يدخلوا ويبدعوا في مجال تصوير الفيديو والإنتاج؟ لأنه بعد فكرة أنه في شباب بينتجوا أعمال أفضل من القنوات التلفزيونية، أتوقع بتلاقي الكثير بيتجهوا لهذا المجال. أولا التعليم الذاتي، التعليم الذاتي مهم جدا، لأن حتى الجامعات غالبا يعني تعطيك 30% فقط. يعني الباقي عليك انك تحفر وتبحث وتجرب. النصيحه الثانيه لذوي الخبره، ارجوكم لا تحتكروا هذا العلم لانفسكم، اذا احد سالكم علموه ولا تبخلوا، اعتبروها زكاه العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامه بلجام من نار، فالموضوع مش مزحه يعني. النصيحة الثالثة للي حاب يلتحق في هذا المجال ويسهم في إثراء المحتوى العربي، زي ما احنا عارفين المحتوى العربي يشكل 3% فقط من المحتوى العالمي، والعرب كثير وعندنا وأغلبهم من الأردن يتحدث باللغة عموما. العربية. أيوة، فالالتزام هو شيء مهم جدا، لا تنتظر الفرصة تجيك، إذا ربنا ألهمك فكرة أو حلم في خيالك فهذه هدية من الله لك، لا تستحي تنشر أعمالك، ابحث عن شغفك، ابحث عن متعتك في العمل، حط نفسك أمام العالم وحاول أنك تجذب الانتباه، لأنك إذا ما سوقت لنفسك ما حد بيعرف أنك موجود أصلاً، وما عاد في أي أعذار، مفاتيح المعرفة موجودة وكل حاجة صارت متوفرة مجاناً. كل اللي عليك تسويه أنه هو أنك تعمل وتلتزم وتصلي وتدعي، وإن شاء الله الرزق والمكافأة اتركهم على الله وابشر بخير. جميل. طيب رشيد، أنت كرشيد كيف يمكن للشباب العربي الاستفادة من محتواك في مجالات التصوير والإنتاج وكذلك الإبداع؟ التركيز في المحتوى شيء مهم جدا، يعني إحنا يعلم الله أنه يعني ما عندنا وقت كافي أنه ننتج هذا المحتوى، لأنه مثلا أنا مثلا أشتغل بدوام كامل، فيعني ما عندي إلا الويكند أنتج فيه، فأحرص أني أحط يعني أكبر قدر من الفائدة. فالتركيز في المحتوى وإعطاء فرصة للفيديو شيء مهم جدا، مش تطلع من أول 10 ثواني كأنك بس تتفرج على تيك توك. أيضا التجربة والتطبيق العملي مهمة جدا، التغذية البصرية، الاطلاع على التطورات وكل ما هو جديد في المجال، وأهم شيء يعني هو الالتزام والصبر حتى لو كانت البداية متعبة أو مملة. طيب يعني رشيد، هل لديك خطط مستقبلية مثيرة، مشاريع قادمة مثلا يمكن مشاركتها مع الجمهور؟ والله حاليا الخطة اللي أقدر أشاركها إنه إن شاء الله بيكون في منصة تتوفر فيها أدوات وقوالب ودورات بتساعد صانع المحتوى إنه يحصل على كل شيء يحتاجه من مكان واحد وباللغة العربية، شغال عليها الآن وإن شاء الله تكون جاهزة قريب.
جميل. رشيد، كيف يمكن للمتحدثين بالعربية من جميع أنحاء العالم التفاعل والمشاركة في مجتمع رشيد الراشدي؟ أتمنى من أي حد حاب يتعلم أو يستفيد مني أو من تجربتي أو من أخطائي السابقة أنه لا يتردد بطرح الأسئلة. أنا سعيد جدا أني أرد على كل هذه الأسئلة، سواء حطيت لي تعليق على اليوتيوب أو راسلتني على حساباتي في الإنستغرام أو على قناة التليجرام، أنا دائما سعيد جدا بتقديم المساعدة. الله يعطيك ألف عافية رشيد الراشدي، وإن شاء الله الجميع يستفيد من محتواك اللي بتقدمه، والجميع يستفيد من الطاقة الإيجابية اللي بتطلع أكيد من خلالك أنت، وأنت بتترك وبت يعني بتفرد مساحة بتفرد مساحة من وقتك لا بأس فيها لإنتاج محتوى قيم جدا، يعني أقصد محتوى يشرفنا كعرب ككل مش بس لليمن واليمنيين. شكرا جزيلا لك رشيد. شكرا كثير حبيبنا. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية رشيد.